سلاحف بحرية، وهي سلاحف مهددة بالانقراض. هذه السلاحف طبعا البعض للأسف بقى بياخدها ويبتدي يشرب دمها اعتقادا بأنها، احنا كنا تناولنا معاكم الحكاية دي قبل كده، يعني يقول لك اشرب دمها هتدي لك الصحة والقوة الجنسية. كم من الأوهام أيضا بيتم بيعها للناس، وبعد كده السلاحف دي مهددة بالانقراض، عشان كده هتشوفوا ازاي بيتم علاجها وبعد كده يتم إلقائها في البحر عشان تعود للحياة من جديد. نفذ فريق إنقاذ السلاحف البحرية بالأسكندرية حملة جديدة لإطلاق 4 سلاحف بحرية المعروفة باسم الترساء والمهددة بالانقراض على أحد شواطئ الأسكندرية قبل بيعها بسوق الميدان، حيث توجهت الجهات المعنية على الفور إلى السوق وعثروا على 4 منها أثناء التفاوض على شرائها، لتتم إعادة إطلاقها مرة أخرى لبيئتها الطبيعية. بقالنا 3 سنين بنعمل توعية وبنعمل إنقاذ للسلاحف، لأن هي طبعا بتبقى بره المية مش بتعرف تاكل، مش بتعرف تعيش يعني عيشة كويسة، فبنضطر إن احنا نعالجها بسرعة ونرجعها البحر تاني. بتجيلنا بلاغات وبتيجي السلاحف عندنا مستضيفة، فبنعملها علاجات، نشوف وزنها، نشوف مقاساتها، نشوف الصالحة ليها كويسة ونعالجها، وفي دكاترة بتكشف عليها حضرتك طبعا الأول، فبعد كده بنطلقها للبحر. بالظبط اللحظه اللي هي بتنزل فيها البحر وبعدين بعدها تطلع راسها كده، احساس فعلا فعلا حلو جدا، اكن بالظبط اللي هي واحده راجعه بيتها، يعني هي ده بيتها واحنا ساهمنا ان احنا نرجعها بيتها. حاجه هتنقرض والله حضرتك، فاحنا بنحاول يعني على قد ما نقدر ما نخش نقرض، وحرام ان هي تقعد في السوق بيعذبوها حضرتك طبعا وبيعملوا فيها حاجات مش كويسه وبيذبحوها. احنا عملنا تقريبا دلوقتي 37 اطلاق للسلاحف يعني، فابتدى الموضوع الناس تبدا تتقبل الموضوع شويه. في ناس بتديها لنا بدون اي مقابل، في ناس بتاخد مقابل بسيط، في ناس بتاخد مقابل كبير، بس ما حصلش اي مشاكل خالص. للاسف ناس كتيره جدا بتشوف ان دي تفاهه مننا، او يعني ايه يعني ما كائن حي يموت فيها ايه. وساعات ناس كتيره تقعد تقول لنا طب ما البني ادمين اولى. ما حدش قال ان البني ادمين مش اولى، لا طبعا بالعكس، البني ادمين زي ما احنا بنساعد الحيوانات اكيد بنساعد البني ادمين، بس هي الحيوانات للاسف مش كل الناس بتساعدها. السلاحف البحريه تعد فصيله مهدده بالانقراض، وممنوع صيدها او الاتجار بها وفق اتفاقيه السايتس العالميه والتي وقعت عليها مصر. جدير بالذكر ان السلاحف البحريه يتم ذبحها بالاسكندريه، ويقوم البعض باكل لحمها او شرب دمائها في اعتقاد بأنه يقوي القدرة الجنسية والمناعة بالجسم، فيتهافت عليها الكثيرون لشرائها وذبحها، وهو ما يؤدي إلى تهديد التوازن البيئي وانقراض تلك الفصيلة من السلاحف. انا امبارح كنت لما شفت البوست بتاع ال4 سلاحف اللي كانوا بيتباعوا، ناس كتيره جدا كاتبه على البوست يا جماعه ده معتقد ان السلاحف دي بتتاكل وان دمها بيعالج النحافه وكده، بس ده كلام خاطئ ودي معتقدات مش حقيقيه. كيلو لحمه 70 جنيه، ولو مؤاخذه لو انثى وفيها بيض كيلو البيض بتاعها بيعمل 50 جنيه. في ناس بتاكل اللحم بتاعهم وليه طرق معينه في الطبخ، يعني في طقوس في الذبح وطرق معينه في الطبخ، وفي ناس بتشرب الدم بتاعها لمعتقدات شعبية خاطئة، بياكلوا البيض بتاعها اللي جوه بطنها زي البطارخ كده، مش مفيدة، لحمها مش مفيد، دمها مش مفيد، أعدادها في العالم كله بتعملة تتناقص. غير الأول يعني ممكن أي حد يسمع من أي حد ويصدقه، وإيه ده بجد يعني ممكن ناكل أكل الترس يعني لحم الترس ده ويبقى بيعالج حاجة معينة أو كده، كان الأول كده، لكن دلوقتي لا، بدأ يبقى فيه يعني حاجات بتوعي الناس إنها ما تبقاش ما تصدقش يعني الحاجات دي بسهولة يعني. بروح أساس إن أنا التاجر ان هشتريهم شراء مش هطلقهم، فبنحاول نشتريهم منه ناخدهم بحيث ان احنا ناخدهم، بعد ما ناخدهم بنعالجهم وبعد كده نرجعهم البحر تاني. التاجر مش بيعامل السلحفه على انها كائن حي، بيعاملها كشيء يعني، بيشيلوها من الزعانف 2 قصاد بعض، 2 من الزعانف اللي قدام و2 من الزعانف اللي ورا، وبيحدفوها، هو ده اللي بيكسر الدرقه بتاعتها، وهو ده اللي بيتعبها جدا صحيا يعني. هو القانون بيمنع التجار فيها وصيدها. اغرب نقد توجه لك يا مي، انتوا بترموا فلوسكم في البحر، البني ادمين اولى، انتم مش متاكدين انها هيصطادوها تاني. للاسف ناس كتيره جدا ما بتبقاش مهتمه ايه يعني مثلا سلحفه طلعت من بيئتها او
هتموت او كده عادي يعني، وده طبعا يعني على كل الكائنات الحيه، بس لا دي حاجه الحيوانات بيحسوا زينا بالظبط، والمفروض ان احنا نهتم جدا ان احنا لما نشوف اي كائن حي حتى يعني بغض النظر عن استريح في اي كائن حي محتاج مساعدتنا ان احنا نساعده. اتمنى ان اي حد او اي صياد شوف اي سلحفه اي مكان سيب، ما يزيهاش ما ياخدهاش، ما يحاولش ان هو يعمل بيها تجاره، ان مش هتكسبه كتير. شوفوا ازاي بتمتزج الاساطير بانقراض سلاحف بهذا الشكل، يعني الناس بتاخدها علشان تقويها صحيا وجنسيا وتاخد دمها. يعني مين اللي ماشي هذه المفاهيم بهذا الشكل؟ وهنا زي ما انتم شايفين، شوفوا ازاي حب الحياه بقى، وإزاي إنها بترجع إلى حياتها الطبيعية. وطبعا مشهد يعني تشوفها وهي بتعانق الحياة، دي السلاحف البحرية اللي هي الترسة، وكانوا هيبيعوها يعني، عشان كده هتلاقوا إنه زي ما بقول لكم هي بتتباع ليه؟ علشان الأساطير والخزعبلات اللي عند الناس، إنها بتقوي صحيا وجنسيا دمها يعني. عادت إلى الحياة وعادت إلى أحضان البحر من جديد.